اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. موسيماني فسخ او تم فسخ التعاقد مع موسيماني ما بينه وما بين النادي الاهلي، ايه رايك في هذا الامر؟ شايف يا كابتن اسلام هو انفصال منطقي بسبب تراكمات فضلت تحصل خلال الفتره الاخيره. اعتقد بيتسو موسيماني يعني خلت اسمه في تاريخ النادي الاهلي، خصوصا على مستوى دوري ابطال افريقيا وعلى مستوى مونديال الانديه، ان هو يعني كسب مع النادي الاهلي 2 دوري ابطال و2 برونزيه ورا بعض. لكن كان في بعض المشاكل، انا في وجهه نظري الاختلاف فيه كان في عمليه او في اسلوب الشغل، اسلوب العمل، ما كانش بسبب يعني الناس شايفه الموضوع بسبب خساره نهائي دوري ابطال افريقيا هوب يلا موسيماني يمشي، لا خالص. فعلا موسيماني عنده بعض المشاكل اتكلمنا عليها كتير هنا في قناه الاهلي من السنه اللي فاتت، خصوصا فيما يخص شكل واسلوب العمل. كيفن جونسون بعد ما مشي في نهايه الموسم الماضي، بيتسو موسيماني طلع بغرابه بصراحه، قال انا مش محتاج حد بديل وانا مكتفي بالكابتن سامي قمصان واحنا هنقدر يعني نكمل المسيره. الاداره متعودين دايما اداره النادي الاهلي بتسيب المدير الفني يختار الاسلوب اللي هو حابب يشتغل بيه، بس هحاسبك في الاخر على النتائج اللي احنا يعني اتفقنا عليها. النتائج طلعت مش على افضل حال، وبالتالي كان يجب التدخل. لما اجي اتدخل ما ينفعش تقول لي انا اسف، لا انا حابب امشي بالطريقه بتاعتي، ما هي فشلت. وبالتالي يعني في الشد والجذب اكيد كان في بعض الاختلافات، وبالتالي انا في وجهه نظري الانفصال كان منطقي جدا وباحترام. طبعا طبعا طبعا، هو يعني اتمنى طبعا النادي الاهلي ان شاء الله يعمل لبيتسو موسيماني يعني حفل وداع. كان فعلا المفروض يكون هناك حفل تكريم، ده بناء على كلام الاستاذ دكتور سيد سعد شلبي. امبارح في احد المداخلات التليفونيه كان بيتكلم بهذا الامر. نتمنى ان شاء الله، حتى ممكن لو مش كده مش دلوقتي، ممكن بعد كده. النادي الاهلي عمره يعني ما بيأثر في الامور دي، واحنا كويس ان يعني العلاقه انتهت بشكل محترم، واحنا شكرناه شكرا جزيلا على الفتره اللي انت قضيتها معانا. لكن بكل امانه بكل امانه الفتره الجايه فعلا كانت تحتاج لتغيير، طالما ان بيتسو موسيماني كان متمسك باسلوب العمل اللي هو من وجهه نظره كان شايف ان هو ناجح. وبكل امانه اي حد يحط كده المعطيات زي السنه اللي فاتت كان استحاله تشوف ان الفتره الجايه كنت هتوصل لنتائج جيده او ترضي المنظومه او ترضي جماهير النادي الاهلي.